حسن يوجا، حسن حركات، حسن تلفزيون. حبيبي يا كابتن مصطفى. حسن السيرك. الحمد لله رب العالمين. اخبارك ايه؟ وحشنا يا ابو علي. حبيبي يا كابتن مصطفى، الحمد لله زي الفل. كل الامور تمام؟ تمام زي الفل والله يا كابتن. انا عاوز ابدا معاك في حاجات كتيره جدا. انت كنت بتحيرنا وانت موجود في الملعب، لكن انا الحاجات دي هخليها بقى في الاخر، بس انا عاوز ابدا الاول. انت كنت حاسس نفسك ان انت حارس مرمى، حابب وانت صغير تبقى حارس مرمى، ولا كنت بتلعب في مركز؟ لا لا لا، كنت بقى يعني حارس مرمى حارس مرمى حارس يعني. كنت انت بدات فين؟ بدات عندنا في زينهم. في زينهم مركز شباب بتاع مركز شباب زينهم. ما بداتش في الشارع؟ لا، في الشارع بقى عندنا احنا كان في حاجه اسمها بينه وكال كده. كنت اجيب الكوره الجلد دي، اروح اقعد اخبط فيها في الجلد اللي هي الجلد. جلد مش شراب. انت بدات الكره جلد كبيره. الجلد عامله زي الكره اللي هي بيعملوها برباط ديت وبتاع. اعملها في الحيط وترد لي بقى رد الفعل وبتاع وحاجات زي كده. اقعد اشتغل بقى يمين وشمال وبتاع ومش عارف. ما كنتش محتاج مدرب بقى؟ لا والله، مدرب ولا بتاع الحمد لله بقى. بس اطلع بقى بعد ما يعني العب وبتاع، اروح البيت اخد العلقه تمام عشان طبعا. طيب انت بتلعب حارس مرمى، كنت بتلعب على الاسفلت؟ على الاسفلت. ما كنتش بتخاف تتعور على الاسفلت؟ لا والله يا كابتن مصطفى خالص، ما اتعورتش تعويره جامده مثلا في الاسفلت؟ اتعورت عندي بزوز رجلي يعني وبتاع الوعي يعني وبتاع. وما قلتش لا مش هلعب تاني خالص؟ لا 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 خالص والله يا كابتن مصطفى. دي خليتك بقى عندك عند وعاوز؟ لا، لعبت الحمد لله رب العالمين، وربنا يعني كان مديني يعني ثقه ان انا بقى. طيب لعبت في الشارع، مين اللي شافك وانت في الشارع وقال لك هتروح مركز شباب زينهم؟ لا هو مش كان طبعا كابتن عبد النصحي، وكابتن عبد النصحي طبعا بتاع نادي الزمالك طبعا، ده كابتن. والحاج محمد نصحي، الحاج محمد نصحي بقى خالي. خالك على طول؟ خال يعني خال والدتي. نعم. لكن عبد النصحي هو اللي مربيني، فانا بقول لعبد النصحي ان هو خالي. والحاج محمد يبقى حاج محمد نصر الله يرحمه جدي يعني وبتاع يعني. الله يرحمه. فانا عشت عندهم في البيت على طول يعني، وانا عندي بتاع حوالي 9 سنين 8 سنين. هم بقى تبنوك في حته الكوره على طول. رحت مركز شباب زينب؟ رحت مركز، هو اللي وداني الكابتن عبد النصر والكابتن محمد رفاعي. ظهير الطائر. حاجه ما شاء الله. لا 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 لا، ده كان حاجه ثانيه. طب يعني اشمعنى المذبح مشهوره بلعيبه نادي الزمالك؟ عشان كلهم في ناس زملكاويه كتير جدا. وقريبين من بعض. قرايب يعني ونسايب وحاجات زي كده وبتاع. طيب لكن الاهلي برضك عندنا كتير جدا يعني، النادي الاهلي يعني عندي عمامي كلهم اهلاويه. اللي بيطلع حتى اللي بينزل لمؤاخذه كده اهلاوي، يموت في النادي الاهلي. لكن الزمالك يعني عبد النصح ورفاعي وفي واحد بكر عجله طبعا، دول كلهم يعني. يا اخي زمان ما كانش فيه التعقد اللي عندنا، العقده اللي عندنا الوقت والتعصب والبتاع موجود ده. كان اهلي وزمالك بيتقابلوا مع بعض، وبنروح نقعد مع بعض وبناكل مع بعض والكلام ده. كابتن صالح سليم الله يرحمه. الله يرحمه. كان على طول كان عندنا، عشان كابتن محمد رفاعي وكابتن عبد الناصر على طول. ويجي عشان جدي طبعا وبتاع، كان يموت في حاجه اسمها صالح سليم. كنتوا بتعملوا له عكاوي برضه؟ كل حاجه كانت بتتعمل. هنتكلم في العكاوي دي، انا لسه هيجي في وقتها. وانت بتلعب في مركز شباب زينهم، قعدت تلعب في مركز شباب زينهم قد ايه؟ بتاع حوالي سنه كده بالظبط. سنه واحده. ورحت نادي الزمالك. وانت بتلعب في مركز شباب زينهم، هل كان في زمايل ليك كان ممكن يلعبوا في انديه ثانيه ولا كنت؟ لا انا كنت بروح مع خالي وبتاع، كانوا يعني في كابتن رافت عطيه الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. كابتن رافت وكابتن رفاعي وحتى كابتن عصام بهيج، وكان يعني شله كتيره، وسمير محمد علي، وكان كلهم بيجوا يلعبوا في عندنا في نادي زينهم. هو بقى خالي بقى كان في حته وسعيه كده قدام سينما ابن البلد، كان بلاط وبتاع مش عارف ايه، فكنا نحط جون هنا وجون هنا وبتاع. فانا ايه، خماسي. خماسي. اروح انا لاعب مع مين؟ مع خالي وبتاع مش عارف ايه. من هنا بقى طلعت، فاروح واخديني بقى على معاهم بقى. من هنا بقى كنت عيل بقى صغير، لفت الانظار. كنا 10 سنين 11 سنه. 10 11 سنه. والله وحق كتاب الله، بس كنت يعني طويل يعني. من هنا بقى خدوني بقى على مركز شباب زينهم. قعدت سنه بالظبط وبتاع. كنت مع ناشئين صغيرين. ناشئين. ناشئين. وكنت بلعب كمان هاند بول. جول هاند بول. جول هاند بول. طبعا جول هاند بول ده بيخليك في الجول الكبير والله تتحرك. والله يا كابتن مصطفى كنت يعني الحمد لله رب العالمين. ما فكرتش انك توصل هاند بول تلعب هاند بول؟ لا 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 لا، انا كنت بلعب يعني بياخدوني بيلعبوني لكن بلعب. طب خلينا بقى نتكلم بصراحه، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بصراحه ربنا، هي العيله كلها عندنا زملكاويه. انا كنت سعيد جدا، كنت بروح اتفرج في النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه على كابتن عادل هيكل وكابتن الروبي وكابتن مروان، حتى كابتن عبد الجليل ده في الاخر، في اول ما طلعت اول ما طلعت وكان مزاجي جدا، كانوا ياخدوني بقى في بالكاريتا والبتاع جدي وخلاني وبتاع، ونطلع على ناس زمالك اتفرج بقى على سمير محمد علي وعلى كابتن أرض الله يرحمه وكابتن شاهين، والمجموعه ده اتمزج وهم بيتمرنوا، رغم ان هم ما معهمش مدرب حراس كمان، ما كانش معاهم مدربين حراس. طيب انت وانت بتلعب في مركز شباب زينهم لما شافوك كان كابتن عبد الرؤوف قال لك اخده للزمالك قبل ما ياخدوا اي نادي تاني؟ انا رحت الزمالك، وقعدت بتاع حوالي اربع شهور. سنك كان كام سنه؟ كان حوالي 12 سنه بالظبط. 12 سنه لعبت مع في الناشئين؟ في الناشئين كان مع كابتن شريف الفار وكابتن كان في واحد اسمه حسين الجندي كان في الجيش. تفتكر مين كان جيلك في الوقت ده؟ كان بيلعبوا معاك الصغيرين وطلعوا معاك؟ يعني ممكن كان الجهري كان معايا، جهري اللي هو الصغير، جهري الله يرحمه. الله يرحمه. كان في ناس ثانيه بس انا ما يعني ما باخدش يعني بالي يعني منه. بس انا فاكره انه محمود الجهري عشان شكله يعني وبتاع. نعم. هو ده اللي كان طلع معاك؟ كان معانا. طيب اول ما دخلت نادي الزمالك مين اللي استقبلك؟ رايح بزفه طبعا مع الكابتن. ما انا رحت بقى طبعاً. يعني هم خالي وداني لكابتن شريف الفار. قال له ده بقى حاجه بقى مش هقول لك بقى يا كابتن شريف وبتاع ومش عارف ايه. حتى الراجل حسين الجندي ده يعني كان راجل يعني في الجيش وما شاء الله يعني حاجه جميله يعني. فجه كابتن شريف راح واخدني وغيرت وبتاع ورحت نازل معاهم التمرين على طول. نزلت التمرين على طول. ما خفتش وانت رايح نادي الزمالك؟ لا 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 بالعكس، ما انا كنا بنروح عشان نتفرج على التمرين اللي هو التمرين الكبير يعني بتاع الدرجه الاولى وبتاع يعني. من صغرك دخلت نادي الزمالك بقى وخدت ثقه؟ انا دخلت كمان اللي هو عند مسرح البالون ده القديم. القديم. طب انت ما قلتليش انت كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ عمال تلف وتدور عليا صراحة طبيلة يعني انا بميل لنادي الزمالك شويه بس وده حقك وانا ونادي الزمالك ده نادي كبير ما حدش يقدر يتكلم. طبعا. طيب وانت في الناشئين قعدت اربع شهور، سبت نادي الزمالك ليه؟ جالي في كابتن عبد الرحيم الشناوي والد كابتن احمد الشناوي الحكم. ايوه. كان صاحب ابويا وبتاع وكان بيجي المذبح عندنا وبتاع ياخد حاجات يعني وبتاع، فبيقول له الواد حسن فين وبتاع مش عارف ايه، علشان كان ياخدني يوديني على نادي الترسانه. هو كان اصلا في نادي الترسانه هو كان جول كيبر ابو احمد الشناوي وشاف فيك الموهبه بقى. هو بقى كان كنت رحت اتمرنت مره معاه وبتاع ويعني وجابني على البيت يعني وبتاع، كان معاه عربيه صغيره كده وبتاع. المهم قال لي ده خاله خده ووداه على نادي الزمالك. قال له والله ده وداه نادي الزمالك، عبد الناصر وداه نادي الزمالك بتاع. قال له نادي الزمالك عندنا في الترسانه كويس وبتاع. ده ابويا بقى اللي كان بيحكي له وبتاع. وسابوك ازاي من نادي الزمالك؟ هما بقى راح عبد الرحيم الشناوي جالي في نادي الزمالك وكنا بتمرن وطلعني من التمرين من عندي شريف الفار. قال له ابوه تعبان وبتاع مش عارف ايه، عمل التمثيليه وخدني عداني الشارع. ما انت والله العظيم ما كنت مصطفى زي ما بقول لك كده، عداني الشارع خدني قال لي انت مضيت حاجه ولا كتبت حاجه بتاع؟ قلت له لا ما فيش حاجه خالص يعني. كان في واحد اسمه محمد السوري ده كان يعني طبعا بتاع المنطقه حاجه يعني، هو عبد الجواد. ايوه عبد الجواد والناس دي. قال له بص ده من المذبح ومالكش دعوه بيه، تمضيه على طول. هم كانوا بيحبوا الترسانه قوي قوي قوي. ما هو بقى كان مدير الاداري بتاع نادي الترسانه كلها عم محمد السوري ده قصير كده. المهم جابوا لي ورقه كده ما اعرفش في ايه، رحت ماضي بس من ساعتها لحد وقتنا هذا الحمد لله. طيب خالك لما عرف ان انت موظف الترسانه عمل ايه؟ قعد يضحك. لا والله. والله العظيم قعد يضحك. ما قعدش يلومك ولا حاجه؟ لا 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 قعد يضحك. وبعد بقى كلهم قاعدين قعدوا يضحكوا وبتاع. وعرفوا ان هو وعرفوا ان كابتن عبد الرحيم الشناوي هو اللي ابويا قال له، وراح جالي على نادي الزمالك وخدني وداني على نادي الترسانه. ما ندمتش انك سبت نادي الزمالك؟ لا والله انا يعني انا كنت عايز صغير يعني. انا كنت بحب، كنت عاوز تلعب. انا كنت بحب اتفرج على نادي الترسانه يعني ايام بقى التلفزيون ابيض واسود وقد كده وبتاع، كنت اقعد اتفرج على حمدي عبد الفتاح والشاذلي ومصطفى